الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. طب إلى التفسير، وصلنا في سورة هود إلى قوله تعالى: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني يشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. قالوا يهود ما جئتنا ببينة بحجة ولا برهان، وهذا الكلام بهتان وزور على جميع الرسل يقولون بذلك، ما جئتنا ببينة، وهم يحتاجون يريدون بينة التي يقصدونها من الآيات والمعجزات الباهرات القاهرات، وقد أتت ما من نبي إلا أعطاه الله جل في علاه معجزة على مثلها يؤمن الناس، ولكنهم يجحدون. قلنا قبل ذلك طلبوا من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقلب الصفا ذهبا، حتى قال له الله جل في علاه: أقلبه لك ذهبا، ولكن يعني من كفر منهم لأعذبنه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، والله بين له أنهم يجحدون. قال: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولذلك قالوا سحر كهانة شعر، يعني وهم يجحدون ويعلمون أنهم كاذبون، بل كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أطلقوا عليه الصادق الأمين، ولذلك شق على النبي أن يقول عليه ذلك، فأنزل الله تعالى يعني شوف انظر اللطف به، أنزل الله تعالى في علامه وأسيا النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. رأيت فرعون والآيات الباهرة التي أتته وهو يكفر بها ويجحد، والله تعالى قد أبلغنا أنه آمن بها داخلا باطنا، كما قال الله تعالى عموما: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال الله على الأحد على فرعون، قال لما قال موسى قال ولقد أتينا موسى تسع آيات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت علمت أن هذه الآيات التي أتتك من الله جل في علاه، قد علمت ما أنزل. قال: بصائر ولا قال: ولقد أتينا موسى تسع آيات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، هذه الآيات، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فالغرض المقصود أنهم يجحدون بهذه الآيات التي تأتيهم، وهنا يقولون: ما جئتنا ببينة، لا برهان ولا حجة ولا برهان، ما عندك من الآيات التي على مثلها يؤمن الناس، كذبا وزورا وبهتانا منهم، وما نحن بتاركي آلهتنا. شوف تعدد آلهتنا، والله تعالى يقول، شوف العقل العقلاء هنا الآن، وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستواني مثلا، هل يستواني مثلا شركاء يعني متشاكسون، هذا يقول له ائتني بكذا، والثاني يقول له ما تذهب، والثالث يقول له ابقى قائما، والثاني يقول له نم، وهو ما يدري أيرضي هذا أم يرضي هذا أم يرضي، ما يتقطع ليرضي أحد منهم، وطبعا لن يصل إلى رضا الجميع، وهذا هذا يكون هكذا يتقطع تتقطع أوصاله أوزاعا. أما إذا 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 كان مالكه واحدا ويدعوه إلى ما يدعوه إليه، أمر بما أمره إليه، وتوحد الطريق فيعيش سالما، هكذا الذي يعبد ربه جل وعلا واحدا أحد سبحانه وتعالى، يصرف له العبادة، يخاف منه، يتوكل عليه، يحبه، يرجوه، فقط واحد لا إله إلا هو. لذلك قال الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلم، الجميع يقولون لا يستويان مثلا. فهذا يقولون آلهتنا ونحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، والحقيقة أنا لست بقولي، هذا قول الله جل في علاه، لكنهم يجحدون. قالوا وما نحن لك بمؤمنين، فجحدوا بالآيات وقالوا ما نحن لك بمصدقين، يعني بعدما تبجحوا بالآلهة التي يعبدونها من دون الله جل في علاه، قالوا إن شوف تبجح أكثر، دائما البجاحة إن تعالت وصلت إلى وقاحة ليس بعدها وقاحة. شوف قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني تخبطتك الآلهة لأنك يعني تكلمت عليها وسفهت من حالها وما تعبدت لها، إنها تصيبك بالجنون أو بالخبل أو تذهب بعقلك كاذبا وزورا.
قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. فهنا قال لهم شوف أنتم جمعتم آلهة تعبدونها من دون الله جل وعلا، فإني بريء من جميع هذه الأنداد والأصنام، إني أعبد الله وحده لا شريك له. ولا بد من البراءة، لأن الله قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. مفهوم المخالفة إن لم يفعل الأمرين لم يكن مستمسكا بالعروة الوثقى التي هي التوحيد. لا يمكن أن يكون موحدا حتى يكفر بما يعبد من دون الله جل في علاه. ولذلك هذا يظهر كفر هذا الضلالي الذي يقوم يضل الناس ولا يفرق بين مسلم ولا كافر، ويقول له كفار قريش، يقول له لا تقل كفار، قل غير المسلم، ولا يكفر أحدا. يقول من آمن، من وحد الله تعالى وآمن بأي نبي أيا كان يدخل جنة، هذا كفر مستقل. هذا الكفر ببجاحة التي وصلت للوقاح، هذا كفر مستقل. شوف الله تعالى ماذا قال. قال كذبت قوم نوح المرسلين. المرسلين ما أرسل عليهم إلا نوح. نوح أول رسول إلى الأرض، ومع ذلك قال الله جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين، لأن تكذيب نبي واحد تكذيب لجميع الرسل في هذا الباب. فهنا لابد من التمايز من أركان التوحيد، من أركان التوحيد الولاء والبراء، من أركان التوحيد الكفر بالطاغوت. فلا يمكن أن يستقيم إيمان أحد حتى يكفر الكفر. يعني إن لم تكفر من كفره الله جل وعلا تكفر من؟ ولذلك هذه القاعدة قاعدة ممطوطة لكنها تنضبط بضبط، اللي هو من لم يكفر الكافر فهو كافر، من لم يكفر الكافر الذي كفره الله في كتابه فهو كافر لأنه مكذب لله. يعني لما يكفر الله جل وعلا الذين يدعون قيامة يقولون بقيامة الرب قتل صلب فقتل فمات ثم بعد ذلك جاءت الحياة، هذا رب يموت ورب يصلب ورب يوضع الشوكة على رأسه ويجلد ويهان ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه. طبعا تلبيس الإبليس يقولون ما هذه تعتبر فدا لخطيئة آدم. يعني كمان شوف حتى تأصيل الاعتقاد اتهام الله بالنقص بالظلم أنه سيأخذ البشرية بأسرها لأن آدم أكل من الشجر. والله يقول إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فهنا لابد من الكفر بهؤلاء. ولذلك قال إني بريء مما تشركون. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون، كفرت بما تعبدون من دون الله جل وعلا. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم الذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده لا شريك له. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. المسألة خطيرة. ولذلك أول ما برأ نفسه أمام ربه قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. قال من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا، يعني أنا بريء من كل الآلهة ولكني أعبد الله وحده لا شريك له. قال من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني اجتمعوا وأتوا بكيدكم أنتم وآلهتكم، إن تستطيعون أن تضروني بشيء فافعلوا. كما قال إبراهيم ولا أخاف ما أشركتم، أنا لا أخاف منهم. ولذلك نوح قال إيش؟ اجمع أمركم وشركاءكم ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فالقلب الممتلئ بتوحيد الله جل وعلا الذي يحسن الظن بربه الذي يحسن التوكل عليه لا يهاب الآلهة الباطلة ولا يهاب أهل المكر والكيد والنفاق والشقاق، فهؤلاء يعني على الله أقل من الجعلان. وإن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه وجل فعلا. لا بد من العقيدة الراسخة هنا، ولا بد من البراءة من الكفر ومن أهل الكفر، لا تعضيد أهل الكفر وتقوية أهل الكفر. طب متى سيسلمون إن لم نقل لهم أنهم كفر؟ أمر عجيب جدا. هذه مسألة ليس بعدها مسألة. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظر. هذه قوة اليقين في القلب وقوة التوكل على الله جل وعلا. هو يعلم أنه لا يتحرك في الكون متحرك
إلا بالله، ولا يسكن إلا بالله سبحانه وجل فعلا، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون وحده لا شريك له، فهو القوي القادر المقتدر سبحانه وجل فعلا. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيما مضى وانقضى أم الأمر أنف؟ قال بل فيما مضى وانقضى. فقال إذن نتكل على أعمالنا، قال أو على كتابنا. قال لا، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولا يتوكل على الله حق التوكل إلا من استيقن في قدرة الله وقوة الله وعظمة الله جل وعلا. أنت رأس التوكل في هذا الباب أن تعلم بأن خزائن السماوات والأرض بيد الله، وأن تعلم بأن الله قوي قادر مقتدر، إذا أراد شيئا كان ولا يمكن أن يرد قضاء الله جل وعلا، وأن تستيقن يقينا بأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وأن الله عليم حكيم يضع شيء في موضعه، وأن الله أرحم عليك من أمك ومن نفسك وأرأف عليك من ذلك. فهنا يزداد يقينك بربك جل وعلا، فتكون كالميت بيد المغسل في أفعال الله جل وعلا، وأن تثق فيما في يد الله جل وعلا أوثق مما يكون في يدك. ولذلك قال إني توكلت على الله ربي وربكم، افعلوا ما شئتم، لو استطعتم أن تصلوا إليه فافعلوا ما شئتم. قال الله تعالى لن يضركم إلا أذى، وهو قول الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قال إني توكلت على الله ربي وربكم، هنا ناسب جدا أن يأتي بربوبية، لأن المسألة الآن إذا كنت أنا أتوكل عليه فهو الذي يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويعز ويذل ويعطي الملك من يشاء ويأخذ الملك من يشاء، كما قال الله تعالى مبينا أن الأولياء والأنبياء والأصفياء يقولون الله قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. قال إن ربي على صراط مستقيم، يعني ما من دابة إلا هي تحت قهري وسلطانه سبحانه جل في علاه، وهو القوي القادر. وهنا طمأنة، لأنه هنا اللفتة عندما يقول إني توكلت على ربي وربكم ربي على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، هو يقول الخلق كله يعني بناصيات الله جل في علاه، رقاب العبيد جميعا تحت يدي وتحت قدرته وسلطانه سبحانه وجل فعلا. فلما يقول ذلك أراد أن يطمئن المؤمنين، وأن يعرف أهل الكفر أيضا أن الله رب العالمين، أن الله سبحانه وجل فعلا وهو رب العالمين لا يظلم أحد، لا يظلم الناس شيئا. قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وأوضح من ذلك في قولي في الحديث القدسي يا عبادي، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم، حرمت الظلم على أنني قادر عليه، حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلم، فإن تولوا فقد أبلغتكم. قال إن ربي على صراط مستقيم، يعني إن ربي عدل حكم عدل، ومع صراط مستقيم على الحق، ومع ذلك أيضا أنه سبحانه جل في علاه هو الحق وهو يحكم بالحق ولا يظلم الناس شيئا سبحانه جل في علاه. لذلك قال إن ربي على صراط مستقيم، يعني الله جل في علاه سبحانه الحكم العدل لا يظلم الناس شيئا. ولما قال إن ربي على صراط مستقيم أيضا فيها الإشارة إلى أنكم لابد أن تكونوا على صراط المستقيم، لابد أن توحدوا الله حق توحيده سبحانه جل في علاه، ولا تشركوا بالله شيئا. ما بك يا أنس؟ الله تعالى فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. يقول سبحانه جل وعلا مبين أن هود بعدما بين لهم رسالة الله جل وعلا، وبين بعدما بين لهم أنهم لا يملكون من أمرهم شيئا وأنهم لا يملكون من أمر أحدهم شيئا، فأنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا يستطيعون نصر أحد، فلا بد أن ينقادوا إلى رسالات الله جل وعلا، ولا بد أن يعبدوا الله وحده ولا شريك له. قال مهددا فإن تولى فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، وهذه وظيفة كل رسول أن يدعو إلى الله جل في علاه، أن يبلغ الرسالة التي أعطاه الله جل وعلا إياها. قال الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فإن توليتم عما جئتكم به من عبادة الله وحده ولا شريك له والإيمان له والانقياد والانصياع له، فإن الله جل في علاه سيهلككم،
قال ويستخلف ربي قوم غيركم، يعني الله تعالى وهذا يؤذن لهم بالهلاك والعذاب المعجل. فقال الله قال يهلككم الله جل وعلا ويستخرج من ذرياتكم من يعبد الله وحده لا شريك له ولا يبالي بكم في أي واد هلكتم، وينزل عليكم أليم العذاب وشديد العقاب، إن ربي على كل شيء حفيظ شاهد محافظ، فإنه يعلم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون، فهو يسمع أقوالكم ويعلم سركم وهو على كل شيء قدير، فإنه سيهلككم ويستبدل قوما غيركم يعبدونه ولا يشركون به شيئا. إن ربي على كل شيء حفيظ، هو هناك ما تهمسون ما تتكلمون به ما تستسرون في قلوبكم خواطر النفس والقلب عوارض الإنسان فإنها عند ربنا الديان سبحانه جل في علاه. ثم قال الله تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين أمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. ولما جاء أمرنا بالريح، الريح العقيم التي ما تظهر شيء إلا أتت عليه كالرميم، والريح العقيم فأهلكهم الله جل في علاه بهذا الريح إلى آخره، ونجى نوح هودا عليه السلام وأتباعه من عذاب غليظ. وهذه من رحمة الله ورد في الله ورأف تلاج على بالمؤمنين. وقد قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هذا يخرج منها الأنبياء، لأنه إذا أراد الله جل في علاه بقوم عذابا أهلكهم ونبيهم فيهم فيشفي صدره منهم مما فعلوه معه. قال الله تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين أمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. والعذاب الغليظ كان هو الريح العقيم، ما تظهر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، فأهلكهم عن بكرة أبيه. وأنجى هودا والذين أمنوا معه سبحانه جل في علاه برحمة منه ولطف. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم، كفروا وكفرا بينا، وعصوا رسل الله جل في علاه واستهزأوا بهم، وكل من كفر بنبي فكأنما كفر بجميع الأنبياء، لأنه قال وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، رسلهم أنه الذي جاءهم هو هود عليه السلام. هذا من الأصل كما قلنا فيها أمران، الأمر الأول تعظيم لمكانة نوح هود، وتعظيم لما قام به هود من دعوتهم والخوف عليهم ومن رحمتهم، فهو أخ لهم، فلذلك الله تعالى عظم قدره وتكلم عنه بصيغة الجمع. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، وهو المقصود به هنا هو هود عليه السلام، تعظيما لقدره ومكانته ولما فعلوا، هذا من باب الله شكور، فالله شكر له ما صنع معهم ودعوته إليهم ودعوته من ربهم جل فعلا، والله شكور. وأيضا ممكن أن يقال بأن هذا لفت الانتباه إلى أن تكذيب هود تكذيب لجميع الرسل، لأن تكذيب نبي واحد تكذيب لجميع الرسل، فمن كفر بهود فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال واتبعوا أمر كل جبار عنيد، أي تركوا اتباع الرسل واتباع الهداة المهديين ولا الرشاد بهم، واتبعوا كل جبار عنيد، فلهذا اتبعوا في الدنيا لعنة وفي الآخرة لعنة، ولهم التقريع والتوبيخ والعذاب الأليم والعقاب الشديد. أعلم من الله جل في علاه من أهل السماء ومن أهل الأرض، نعم من المؤمنين من أهل الأرض. قال واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة ألا على رؤوس الأشهاد، على رؤوس الأشهاد التشفي للمؤمنين وأيضا الاحتقار لهم والذلة والمهانة للكافرين. وانظر إلى ما يقال ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لقوم عاد، والمعنى ألا إن عاد كفروا ربهم بالكفر بالرسول ورد الرسالة، ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد، فهم سيكون في النار في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من الخزلان. الفوائد المستنبطة: عيش السعداء وموت الشهداء على حسن التوكل برب السماء، إن كان حسن التوكل على الله جل وعلا فهو أسعد الناس وأعز الناس وأعظم الناس طمأنينة للقلب بين الناس. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. من أعظم وظائف الرسل البلاغ ترغيبا وترهيبا، إن الله لا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله لا يفتن قوما ولا يعذبهم حتى يبين لهم ما يتقون. وفي أسئلة تفضلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.